هلو جايز، هذا اول فيديو الي على قناتي. اليوم رح نعمل معكم حلل اوريو البارد. رح نحتاج بهذا الفيديو لخمس حبات من الاوريو او علب من الاوريو، يعني ما يقارب 30 حبة اوريو. طبعا الموضوع الفكرة بتقدر تزيدوها او تقللوها، هذا ما يعادل تقريبا 4 اكواب اوريو رح اعمل لهي الوصفة. هون رح اطحن 30 حبة اوريو بهذا الشكل بحيث انه يكون مطحون كويس. رح اسمهم لاسمين، رح استخدم اول اسم اللي هو هاد قدامكم، ورح اضيف له معلقتين من الزبدة المذابة. رح اخلطهم بشكل كتير كويس بحيث انه البسكويت يتشرب هاي الزبدة. بعد ما حسيت انه البسكويت تشرب الزبدة كتير منيح، رح ضيفهم على كاسات او زبادي او اي شيء بلاستيك عندكم موجود شفاف. يكون المفروض انه تكون الاكواب الموجودة عندي اصغر من هيك، لكن هذا المتاح عندي. بعد هيك رح استخدم بودرة خفق كرمال اعمل كريمة الخفق. رح ضيف عليها كاسة من الحليب البارد، طبعا لازم يكون بارد كرمال كريمة الخفق تكون مزبوطة عندي، وراح أخفقهم بشكل كتير منيح. سوري آسف على الصوت. راح أخفقهم كتير منيح لحتى تكون عندي كريمة الخفق. بعد ما تكونت عندي كريمة الخفق، راح ضيف عليها نص البسكويت اللي كانت أنا تاركه على جنب، وحركهم كتير منيح لحد ما يتجانسوا. بعد ما تجانسوا بهذا الشكل صاروا، رح ضيفهم على الأكواب الموجودة عندي. بعد ما ضفتهم رح أعمل الكريمة الأخيرة، واللي هي الطبقة الأخيرة المتكونة عندي من شوكولا وزبدة ونص كوب حليب. بعملهم على النار وبعد ما يبردوا وبضيفهم على الأكواب. بعد هيك رح حط حبات اوريو، بتقدر تعمل للتزيين اوريو مطحون او عادي، او ممكن تحطوا مكسرات، هذا الشيء بيرجع لكم. لا تنسوا الاشتراك واللايك اذا عجبكم الفيديو، وبتمنى تكتبوا لي ارائكم بخانة التعليقات. عجب كتير ابني وزوجي، وبس وباي.